مساء الفل. في ابلكيشن مهم جدا اسمه جوجل ترانس، اللي هو هتلاقيه تحت اهو وهشاور لكم عليه دلوقتي. جوجل ترانس ده لما تيجي تفتحه، هو وظيفته انه يجيب لك الترندات اللي موجوده دلوقتي على جوجل، يعني الناس بتسيرش على ايه اكتر حاجه. جميل. طبعا حسن راتب على حسب الاحداث، يعني حسن راتب، كريم فؤاد، مباراه انجلترا، مصطفى قمر، منتخب السويد، ليلى احمد زاهر، وزير التربيه والتعليم، وهكذا. يعني بيجيب لك اكتر موضوعات موجوده ترند دلوقتي الناس بتسيرش عليها. الترند ده بقى بيتغير بين كل يوم، كل ساعه، كل وقت، على حسب الموضوعات اللي طلعت ترند. كم من الموضوعات اللي طالعه ترند جدا من حوالي يومين ثلاثه، موضوع البنت اللي كانت لابسه فستان، وفجاه لقيت فيسبوك كله اتملى بنات او ستات بتدافع عن الفستان ولابسه فستان، وكله بقى واحده بتبدع بقى في الطريقه اللي هي متخيله انها خدت حق البنت. يعني تقول لك ايه، البس لهم الفستان بيخافوا منه. معلش والله انا هسأل سؤال، هو عشان خاطر حاله فرديه؟ مع كل الاحترام للبنت، سواء كانت صح او كانت غلط مش ده موضوعي، وسواء كان تصرف المراقب اللي في لجنة الامتحان ده صح او غلط، ان هو او المراقبة اللي هي اتريقت على الفستان او علقت، بغض النظر عن الموضوع، هو انا اللي باخد حالة فردية وبخليها ترند وبلعب بالحالة الفردية دي بطريقة غلط؟ يعني هو يعني انا مش فاهم بجد، يعني والله ما في مليون واحدة غيرها بتلبس فستان في اليوم ومحدش بيقول لها حاجة. يعني معلش، يعني ايه القصة؟ يعني ايه، يعني ايه اهمية الترند لكذا؟ احنا بقينا مع ان التشبيه مش صح ولكن هو حقيقي، احنا بقينا بنعبد الترند. يعني نشوف الترند ايه بنعبده، نمشي وراه عبادة بدون فكر بدون فهم. هو بأني منطق والله بجد ان يبقى هو ده فكري؟ يعني انا لما الاقي ان مثلا عندي حالة محتاجة مساعدة فطلع الترند، احترم جدا الشعب اللي بيفكر كده. حاجة محتاجة دعم من المواطنين فتطلع ترند على عيني وعلى راسي. انما بوركيني وبيكيني يطلع ترند ليه؟ يعني ليه 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 بجد؟ هو يعني ايه حجم الموضوع اللي يخليه يبقى ترند ويبقى الناس بتكتب عنه وبتدافع عنه؟ وطبعا في ناس هي وظيفتها شبه الثورجيه دول، اللي هم اي كلمه تطلع يا لا البلد خزاعه، عارف الناس دي اللي هي على طول كل حاجه. يعني مثلا لقيت ناس كتير مصوره نفسها بفستان ولبس لهم فستان بيخافوا منه، هيخافوا منه ليه؟ دي حاله فرديه، حاله فرديه، وفي رايي الشخصي ما تستحقش ده كله. يعني إذا كان إحساسنا إنك مش هتاخد حقك غير لما تصور وترفع علشان الناس تشوف أو عشان الناس تتعاطف معاك، هو ده حقك؟ ماشي، بس أنت كمان كمستخدم مش أي ترند تمشي وراه، مش أي كلمتين يتعمل لهم شير. يعني مش ممكن، يعني مش بجد مش ممكن. مش معترض ان كل حد حر في طريقته، حر في حياته، حر في تفكيره، وحر عادي، يعني ما فيش مشكله. لكن ما ينفعش يبقى الموضوع كله عباره عن اي حد عايز يقول اي حاجه اطلعه ترند والعب عليه بقى واجيب له ناس تدافع عنه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ لما يجي موضوع زي موضوع مثلا حسن راتب يطلع ترند، يطلع ترند لان دي تجاره اثار، بعيدا بقى عن تحقيق شغال لسه ما بنعرف ايه اللي هيحصل، بس هي تجاره اثار، فده موضوع يبقى ترند. لكن ايه الترند في البيكيني والبوركيني؟ بجد نفسي افهم ايه الترند في البيكيني والبوركيني؟ ايه الترند في ده؟ يعني بقى لنا فوق الخمس ست سنين كل صيف يطلع ترند البيكيني والبوركيني. ما ترفعوا قضية على القرية أو على المكان اللي منع ده، وكان زماننا خدنا حكم. إنما هو موضة كل سنة بيكيني وبوركيني، بيكيني، وكل سنة
اكيد في حاجه غلط. فكفايه يعني انا مش معترض والله العظيم على الحريه الشخصيه، كل واحد حر، بس كفايه بقى ترند يقرف. يعني والله لو بصينا كده على الترند، يعني مثلا من ضمن الترندات النهارده بتاريخ النهارده خلاص اللي هو 30/6، ترند طالع ليلى احمد زاهر. ايه بقى الخبر؟ ايه بقى الخبر اللي مطلعه ترند؟ ان ليلى احمد زاهر نجحت فاحمد زاهر بيبارك لها. هل ده خبر يستحق الترند؟ فبس الهدف من الفيديو يعني انه مش اي معلومتين يتكتبوا يبقوا ترند، ومش اي خبر يبقى ترند، ومش اي حد يعمل فيديو ويعيط لك قدام الكاميرا يبقى ترند. بس كده، السلام عليكم.